أخبار اليوم. نتعاون معاكم طبعاً، نتعاون مع أي واحد بيغطي السياحة ونبعت رسالة. ده بالنسبة للسياحة الداخلية وللمصريين طبعا تؤكد هذا الخبر، وأنا منفتح على كل الإعلام المصري في أي شغل بيعمله، أنا بالتأكيد يعني مهتم بهذا. أستأذن حضرتك، ما هي الرسالة التي تريد أن تبعث بها للمجتمع الغربي؟ الرسالة اللي عاوز أبعتها للمجتمع الغربي إنه إحنا في مصر بنشتغل، ومصر بخير، والاقتصاد المصري بخير، والمصريين بخير، واحنا مصممين على تجاوز الأزمة ديت، وبنعتبر ان في نوع من المبالغة في تناول ما حدث من بالذات حادث سقوط الطائرة من قبل الإعلام الغربي بصفة عامة، واملي لمتخذ القرار في الغرب اللي هو الحكومات الغربية اللي خدت هذا القرار سواء في بريطانيا او في روسيا ان هي بإذنها تراجع هذا القرار في اسرع وقت.